السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتي مطبخ جيري ايزي اند كويك. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيدة على الأمة الإسلامية جميعا. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في العشرة الأوائل من ذي الحجة، وربنا يرزقنا زيارة بيت الحرام عاجلا غير آجل، ونكون السنة الجاية بنحج مع الحجاج بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، وهي فطيرة اللحمة المفرومة بالجبنة. هنعملها من غير ما نعجنها خالص، باستخدام العيش السوري او العيش السوق. يعني ببساطة كده لا هنقف كتير في المطبخ ولا هيبقى في مواعين كتير. في الفيديو ده هقولك على طريقة عصاج اللحمة الخطير، وكمان هقولك على طريقة صوص الجبنة وازاي تطلع معاك الفطيرة مورقة من غير ما تبوظ منك في الفرن. هقولك على سر التسوية، وخلونا سريعا نبدأ الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، نزلتهم في الطاسه الاول، وبعد كده نزلت عليهم بعد ما لونهم اتغير ببصلتين متوسطين مضروبين كويس جدا في الكبه. بعد كده هبدا احط عليها البهارات، وهكتب لكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن تحت علشان تاخدوها سكرين شوت وتعملوها بكل سهوله. حطيت فلفل اسود وبابريكا وكمون وكزبره والسبع بهارات ورشة من جوزة الطيب ورشة كده من السكر وشوية صغيرين من الملح، معلقة كبيرة من الصلصة وثلاث ورقات من ورق الغار او ورق اللوري. وبعد كده بحط بقى نص طماطمية متقطعة، نص طماطمية كبيرة او طماطمية صغيرة، ونص قرن من الفلفل الاخضر الرومي. لو حابة انك تحطي بقى فلفل حامي براحتك، الاكل اذواق. بعد كده بزود في الاخر شوية مية، وبعد كده بسيبهم بقى يغلوا على النار لحد ما اعمل صوص الجبنة. صوص الجبنة عبارة عن معلقة كبيرة من السمنة عليهم معلقة كبيرة من الدقيق، بحطهم على النار لحد ما لونهم يتغير، بنزل عليهم 3/4 كوباية من اللبن واربع مكعبات من الجبنة الكيري او الجبنة المثلثات. وبعد كده اول ما يغلوا من غير ما يتقلوا خالص بطفي عليهم النار وبسيبهم، لان انا عايزة الصوص بتاعي ما يقلبش بشاميل. ده العيش السوري اللي انا استخدمته، او العيش الصاج او الخبز المرقوق. انا جبته من السوبر ماركت من كارفور، وكان عامل 5 درهم. جبت كيسين منه، كل كيس فيه بيبقى 4. تمام. بعد كده بقى هنعمل الطبق ده اللي هنعمل بيه، اللي هندهن بيه ما بين الطبقات. بحط 3 معالق كبار من السمنة، 3 معالق كبار من الزبادي، بدخلهم الميكرويف لمدة دقيقة. بعد كده بطلعهم اقلبهم تاني ودخلهم الميكرويف كمان دقيقة. ممكن تحطهم على النار يسخنوا، ممكن في طاسة. بعد كده بجيب بقى الصاج بتاع الفرن وبغلفه بالفويل، لان زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله العيش بتاع العيش السوري اللي انا مستخدماه كبير جدا، فقلت اعمله في الصاج وما ياخدش مواعين وما ياخدش اي وقت خالص. تمام. ما تغلطوش غلطتي بقى، وقبل ما تشتغلوا في الصاج بتاعكم لازم تحطوا سمنة الاول، تحطوا ورقة زبدة تحت الاول. تمام. او سمنة لو مش متوفر عندكم ورق زبدة، لان الفطيرة لزقت مني في حتت وحتت. تمام. انا مش عايزة الغلطة دي تتكرر معاكم يعني وكده. ما بين كل عيش طبقة عيش والتانية بحط حاجة خفيفة قوي من التشريبة اللي احنا عملناها دي، اللي هي الزبادي والسمنة. بعد كده بنزل باللحمة المفرومة كلها، نزلت بالنص كيلو كله طبعا، لان ما شاء الله الكمية كبيرة. وبعد كده حطيت بقى صوص الجبنة اللي احنا عملناه. ممكن ما تستخدموش صوص الجبنة، ولو عندكم جبنة كريمي حطوها على طول. بعد كده برضو هبدأ ان انا ادهن برضو ما بين كل طبقة التانية حاجة بسيطة جدا من التشريبة اللي احنا عملناها. وفي الاخر ببدأ ان انا اقلب بقى الفطيره اللي احنا عملناها من بره، العيش ده اللي من بره، واعمله على شكل الصاج اللي احنا بنعمل فيه الفطيره. هو طبعا شكله مستطيل، فابدا ان انا اقفل كده، وبين كل اول ما نقفلها هندهن الحته اللي احنا تنيناها بالمنظر ده. ضروري جدا انكم تدهنوا الاطراف علشان تطلع معاكم كويسه من جوه وكلها تبقى نفس التسويه. واخيرا بكون سايبه واحده كده من العيش بره، بتكونش مقطوعه ولا رقيقه من النص ولا الكلام ده كله. هقفل بيها الفطيره كده، ادخلها بقى ايه تحت خالص الفطيره كده عشان يطلع شكلها جميل في الاخر في التقديم.
زي ما انتوا كده شايفين بالمنظر ده. وقبل ما بقطعها بجيب نص معلقة كبيرة من السمنة او معلقة كبيرة كده من السمنة، ببدأ ان انا ادهنها على وش العيش كده من فوق علشان تديني بقى اللون الجميل في الفرن من غير ما افتح عليها الشواية. وابدأ ان انا اقطعها مربعات او تقطعوها بقى التقطيع اللي انتوا عايزينها مثلثات زي ما تحبوا. بعد كده معايا بقى الكوباية، دي التشريبة الاخيرة اللي انا هعملها، 3/4 كوباية من الحليب، عليهم بيضاية وارش عليهم شوية من الملح وشوية صغيرين من الفلفل، وابدأ بقى احط بالمعلقة في الحتة اللي انا قطعتها وخصوصا على الاطراف علشان الفطيرة بتاعتي تطلع مش ناشفة معايا وتستوي معايا بسرعة. طريقة تسوية الفطيرة بقى ركزوا معايا، بدخلها على فرن سخن لمدة 20 دقيقة على الرف الوسطاني. اول 8 دقايق بنكون معليين الفرن على اعلى درجة حرارة، بعد كده بنوطي الفرن خالص على اوطى درجة، وبعد كده نسيبهم يكملوا 20 دقيقة. لو اتحمرت معاكي من تحت ممكن تفتحي عليها الشواية، لكن هي لو فرن بتاعك صغير زي بتاعي تتحمر معاكي من فوق ومن تحت على طول. بعد كده بنخرجها بقى من الفرن وبنغطيها بفويل كده لمدة 5 دقايق علشان لو طلعتيها ومغطيتيهاش الوش بتاع الفطيرة هينشف في درجة حرارة المطبخ ومش هيعجبك خالص وقت الأكل، لأن العيش اللي احنا مستخدمينه مش زي الجلاش. تمام، وبتطلع معانا بقى بالمنظر القمر اهي، جميلة ومورقة مظبوطة جدا السوا بتاعها، ولا تقيلة ولا خفيفة. اهم حاجة لما تيجوا تستخدموا اللحمة المفرومة لازم تنشفوا المية بتاعتها، لازم تنشفوا المية بتاعت اللحمة المفرومة على النار، يعني تستخدموها ما يكونش فيها اي صوص خالص. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهاردة وقدرت ان انا اوصل لكم كل التكات اللي تعملوا بيها الفطيرة وتطلع معاكم ناجحه من اول مره. وبس، وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني اشعار بكل جديد. اشوفكم الفيديو القادم على خير، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.